الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو ان فلون اكزوتيك اللي هو فلون دو كوكو كراميل. هاد التحليه تنتكل بارده، تنجمو ديروها في لي زانيفيرسير، تنجمو ديروها في كاش عرضه، فوالا. وما فيها مكونات ماشي بزاف. نروحو للمكونات. خصنا ان لي كونسونطري سوكري، خصنا 100 غرام دو سكر، خصنا عبر تاع نواة كوكو، تلت حبات بيض، وكاس حليب. وعبر حليب نجيبو ان ريسيبيون ونحلو لا بواط تاعنا. حنا بهاد لا بواط غادي نعبرو بها. هادي تاع النسلي يتسمى، غادي نخول النسلي كيما راكم تشوفوا، ونزيدو نعمرو فيه نواة كوكو. يلاقي يكون عبر تاع نواة كوكو، عبر تاع نسلي، وعبر تاع حليب، فوالا. وتلت حبات بيض كيما راكم تشوفوا. بهاد الطريقة يجيكم الفلون تاعكم بطريقة سهلة. ما تنجموش ما تولوش توزنوا ولا نو، غير بهذا العبر غادي تديروا به كاع كل شيء. فوالا، هنا نسين نخوي النسلي تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا. دروك نعمر لا بواط هذه تاع النسلي، هذه نعمرها بنواة كوكو. نورمالمون راني دايره قد لا بواط، مي كوميم ندير قدامكم بوغ باه تشوفوا. فوالا كيما راكم تشوفوا جات. فوالا عبر تاع نواة كوكو بهاد لا بواط. نعاودو نوزنو الحليب، العبر تاع القوطي تاع النسلي نوزنو به الحليب. تاني نديرو عبر تاع حليب. فوالا كيما راكم تشوفوا. وهاد النسلي كيما قلت لكم يلي ديجا سكري، الا لقيتو ما لقيتوش هذا سكري ولقيتو صامت تزيدوا السكر. كيما هنايا يلي سكري، حنا ما اون با بيزوان د راجوتي لو سكر، سي با لا بين. فوالا نخوي كحدا، نفرق هذا الحليب فوالا، ونخلطو. فوالا هنايا دروك نزيد تلت حبات بيض. كنا نهرسو بالوحده سي جامي. فوالا هاي الوحده، زيدو الزاوجه ونزيدو التالتة. فوالا ونشدو لو فوي ونخلطو الخليط تاعنا. فوالا دونك لا روسيت راهي باينه، عبر نسلي، عبر حليب، وعبر نواة كوكو. بون نشدو لو فوي تاعنا ونخلطو لاباغي تاعنا. فوالا هنايا دروك شا نديرو؟ غادي نجيبو باه نصنعو الكراميل. كي نصنعو الكراميل يفوك نجيبو خاصنا غير السكر والماء. فوالا نجيبو كاسرونه، فوالا نديرو فيها زوج مغارف كبار تاع ما، و 100 غرام دو سكر، ونديروهم على النار. ما نحطوش السكر ديريكت في النار، نو، نزيدو فيه زوج مغارف ما كيما راكم تشوفوا راه يغلي، ونخلو حتى يولي كراميل. فوالا كيما راكم تشوفوا حتى يولي ماغون، ما نخلوهش حتى ينحرق يولي ماغون لا كولور تاع الكراميل. فوالا كيما هكا
نخلوه يزيد غي شويه ونقلعوه. فوالا نخلوه يزيد غي شويه على هكا ونقلعوه. فوالا اونتر طون رانا جبنا ان بلاطو سي با ان بلاطو بلا تاع بلا تاع فور ايوا ونعمروه ما هنايا كيما راكم تشوفوا غادي نعمروه ما فوالا فوالا ونجيبو المول تاعنا اللي باين نديرو بيه نحطوه في الماء فوالا ونجيبو الكراميل الكراميل تاعنا راه وجد نحطوه في لو فون تاع تاع المول تاعنا فوالا كيما راكم تشوفوا غير بشويه نديرو كاع لي كوتي فوالا كاع لي كوتي ونخلوه حتى يبرد حتى يبس الكراميل باه نديرو هذاك لاباغي تاعنا نزيد هنا شويه ما فوالا ونخلوه واحد 5 مينوت ولا كيما راكم تشوفوا راه جمد كاع الكراميل تاعنا جمد نزيدو نحركو هذاك لاباغي تاعنا نعرفو بلي نواط كوكو يطلع ولا كي دي يقعد لتحت فوالا ونفرغوه ونفرغوه في المول كيما راكم تشوفوا فوالا دروك ندخلوه في الفوغ والفوغ يكون على 180 دوغري فوالا كيما راكم تشوفوا رانا دخلناه ونخلوه من يوجد ندخلو خدمي ونشوف الى خرج مشمع سافو دير مازال والى نخرجناش في الخدمي سافو دير سي بون ساهي طاب ونخرجوه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا روسيت وجربوها ان شاء الله. نقول لكم شهية طيبة وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامة.